بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كنا وقفنا عن استخدامات الراني نيكل، وكنا قلنا ان بنقدر نعمل desulphurization، يعني ازالة للسلفر من المركبات. فالفكرة دي هنستخدمها النهاردة في ان احنا نعمل reducing للكيتونز والالدهايدز ونحولها للالكينز، يعني هنتخلص من الاكسجين الموجودة في الكيتونز وفي الالدهايد ونحولها للهيدروجين. فعندنا مثال اي كيتون، ادي دبل بوند او، وفي 2 جروبس R1 وR2. عشان نعمل إزالة للأكسجين دي، فهنحول المركب الأول للثايو أسيتال. إزاي هنحوله لثايو أسيتال؟ بإن احنا هنفعله مع إيثين داي ثايول. آدي الإيثين CH2، وهنا في SH وهنا في SH، ده اسمه إيثين داي ثايول. تمام؟ دي مجموعة الثيول، في اثنين منها يبقى داي ثيول، إيثين داي ثيول. لما بنفعله مع الكيتون أو الألدهايد في وجود أسيد، بيكون لنا الثيو أسيتال. يبقى الكربون دي اللي عليها 2 جروبس R1 وR2 هتبتدي ترتبط مع سلفر اللي مرتبط بي الإيثين. تمام؟ ده اسمه ثيو أسيتال. ثيو أسيتال ده فيه 2 سلفر، يبقى نقدر نشيله بالراني نيكل على طول. يبقى لو عملنا هيدروجينيشن، هيدروجين في وجود راني نيكل، هيحصل على طول كسر هنا وكسر هنا وكسر هنا وكسر هنا، فهيدينا ايه؟ هيدينا الالكين، يبقى CH2، وادي 2 جروبس R1 R2، زائد نيكل سلفايد، زائد CH3 الإيثين. تمام؟ يبقى عرفنا الفكرة. بنحول الكيتون أو الألدهايد بتاعنا للثايو أسيتال بأن احنا بنفعله مع إيثين داي ثايول، تتشال الأكسجين ويرتبط وترتبط الكربون بالتو سلفر. نعمل لها هيدروجينيشن في وجود الراني نيكل، نشيل السلفر، نعمل دي سلفرايزيشن، فيتحول الثايو أسيتال لألكين. تمام؟ لو خدنا مركب تاني كمثال، المركب اللي قدامنا ده ادي سايكلوهكسين، وفي هنا دبل بوند او، وتحت CH3. يبقى ده بنبدأ الترقيم من هنا، 1 2 3 4، يبقى 4 ميثايل سايكلوهكسا نون عشان الدبل بوند او، يبقى 4 ميثايل سايكلوهكسا نون. ازاي نقدر نحوله لميثايل سايكلوهكسين؟ عشان نحوله لميثايل سايكلوهكسين، يبقى احنا تخلصنا من الدبل بوند او. هنفكر في نفس الطريقة، نفعله مع إيثين داي ثايول، ادي إيثين داي ثايول، على طول هيكون لنا المركب ده. اتشالت الأكسجين والكربون ارتبطت بالاثنين سلفر الموجود إيثين داي ثايول، على طول نعمل هيدروجينيشن في وجود الراني نيكل، يعمل دي سلفورايزيشن ويدخل الهيدروجينز مكان السلفر، فنحصل على المركب بتاعنا. بعد ناخد مركب كمان، المركب اللي قدامنا ده 2 فيوز درينكس، وطبعا تسمية المركبات العادية بتفرق شوية عن تسمية البايسايكليك كومباوندز، بتفرق عن تسمية الفيوز درينكس. فهنا المركب ده بنبدأ ترقيم، يبقى هنا 1، هنمشي في أي اتجاه؟ هنمشي في اتجاه الدبل بوند او، يبقى 2 3 4، بنقفز على المكان اللي التورينجز فيوزد مع بعض، ونبدأ هنا تبقى 5 6 7 8. بعدين نعد الكربونز اللي موجودة في نقاط الاتصال، يبقى هنا في 9، الكربونة دي رقم 9، والكربونة دي هتبقى رقم 10. تمام؟ يبقى المركب ده اسمه ايه؟ اسمه 10، عشان عند الكربونة رقم 10 دي ميثايل، يبقى 10 ميثايل. بعدين دلتا 1 و9، يعني عند الكربونة 1 و9 في دبل بوند. بعدين اوكتالين، عشان طبعا الحلقتين دول مع بعض هما اوكتالين. بعدين عند رقم 2 في دبل بوند او، يبقى 2 اون. تمام؟ عرفنا التسمية. طبعا اي مركب ان شاء الله واحنا ماشيين هنرجع التسمية بتاعته بسهولة، ما تقلقوش ابدا من التسمية ان شاء الله. طيب عايزين نزيل الدبل بوند او اللي هنا، ادونا فكرة نزيل بيها الدبل بوند او. تمام؟ نحولها لثايو أسيتال الاول، بعدين نعمل دي سلفورايزيشن براني نيكل. يبقى اول خطوة هنفعلها مع الإيثين داي ثايول SH،
اس اتش. تمام، هينتج لنا المركب ده اللي هو الثايو اسيتال. تمام، بعدين على طول هيدروجينيشن في وجود الراني نيكل عشان نعمل ايه؟ سلفورايزيشن. فنشيل السلفر، نكسر بقى هنا ونحط هيدروجين، وهنا ونحط هيدروجين، ونكسر هنا كمان وهنا كمان، فينتج لنا المركب ده. وده طبعا هيكون اسمه 10 ميثايل دلتا 1.9 اوكتالين، زائد طبعا CH3 الايثين، زائد 2 من النيكل سلفايد. تمام، في هنا سؤالين هنحلهم بسرعة. المركب الاولاني ده اسمه 4 فورمايل دي فورمايل جروب اللي هي CHO سايكلو هيكسانون. تمام، يبقى ده اسمه 4 فورمايل سايكلو هيكسانون، وعاوزين نحوله لميثايل سايكلو هيكسين. طبعا واضح جدا ان احنا تخلصنا من الدبل بوند او، يبقى على طول هيجيب بالكم ان احنا هنفعل في اول خطوة مع الايثين دايثايول وينتج لنا المركب بالشكل ده. الخطوة اللي بعدها هنعمل هيدروجينيشن في وجود الراني نيكل، فيحصل ديسلفورايزيشن، فيتشال السلفر ويتحط بدلها الهيدروجينز، وينتج لنا الميثايل سايكلوهيكسين. المركب الثاني هو بنزالدهايد، وعايزين نحوله لتولوين. التولوين اللي هي حالة بنزين مرتبطة في CH3. تمام، يبقى احنا تخلصنا من الدبل بوند او اللي هنا، يبقى نفس الفكرة على طول هنفعله مع ايثايل دايثايول فينتج لنا الثيوأسيتال. هيدروجينيشن في وجود الراني نيكل، يحصل ديسلفورايزيشن وينتج لنا التولوين. المرة الجاية ان شاء الله هناخد مجموعة من الاسئلة، وبعدين هناخد ريدكتيف امينيشن يوزنج راني نيكل.